الصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم يا جماعة إن شاء الله بإذن الله رح نتعرف على شخصية جميلة جدا. الشخصية دي اسمها البراوزر ذا كونسول. طيب بمنتهى البساطة أنا عملت صفحة HTML فاضية ما فيها أي شيء في الكونتنت بتاع البادي بتاعها، محتوى فاضي، والصفحة دي ان شاء الله باذن الله راح نلاقيها مرفوعة على الكونتنت مانجمنت سيستم اللي احنا شغالين عليه، ودبل كليكيت عليها ادي الصفحة زي ما احنا شايفين ما فيهاش غير بس كلمة بلانك بيج في التايتل. حلو، خلينا نقول ان الناتشرال انفايرمنت اللي جافا سكريبت، المكان اللي فيه جافا سكريبت بتكبر وبتمشي وبتترعرع وتتنفذ بيعمل لها اكسكيوتنج، هي طبعا بتكون البراوزر المتصفح. طيب المتصفحات الحديثة يا جماعة بتوفر مجموعة من الأدوات اللي بتسهل عليك انك تتعامل مع جافا سكريبت بالتستنج والإكسكيوتينج والديباجينج والكلام ده. طيب انك تتعلم بقى انك تتعامل مع الأدوات دي راح يخلي مسألة انك تتعلم كود جافا سكريبت سهل وبسيط، يعني وجود الشيء أفضل من عدم وجوده، فحبة التولز دي بتسهل عليك من التعامل مع كود الجافا سكريبت اللي ان شاء الله بإذن الله بصدد الحديث عنه بشكل مفصل في التوتوريال ده. فقبل ما نتعلم نتعامل مع الكود إديتور، قبل ما نكتب كود جافا سكريبت يا جماعة لازم نديها نظرة بسيطة على الكروم ديفلوبمنت كونسول. طيب الناس اللي ما اشتغلتش على كروم كبراوزر ما تقلق، بالمناسبة كل المتصفحات فيها الكونسول وتقريبا التعامل معها بيكون بنفس الطريقة اللي راح نشوفها ان شاء الله بإذن الله حالا مع بعض. انا مش محتاجين غير صفحة الـ HTML ديت اللي ما فيهاش اي شيء، وصفحات المشروع ديت يا جماعة راح نلاقيها على جيت هاب وهنحاول نشير الرابطات بإذن الله بإذن الله. ماشي، راح نضغط رايت كليك على الصفحة ونختار انسبكتور كنترول شيفت اس، فراح يطلع علينا الانسبكتور بتاع جوجل. يا جماعة الانسبكتور بتاع جوجل ده فيه حاجات كتير بمنتهى بساطة البساطة، احنا اللي عايزينه من القصة دي بس ان احنا هي فيها حاجات كتيرة واحنا ان شاء الله بإذن الله راح نتعامل مع امور مختلفة من الحاجات دي مع النتورك والبرفورمانس، يعني هيكون لينا باع في الكلام مع امور مختلفة في القصة دي، بس اللي احنا عايزينه دلوقتي بيكون الكونسول. حلو كده، اللي احنا عايزينه دلوقتي بيكون الكونسول، وده اللي راح نبدا بيه. السؤال اللي في بال الناس دلوقتي هو ايه الكونسول ده، وان كان لينا حق في ان احنا نعبر فنقدر نقول ان الكونسول ده يا جماعه ببساطه شديده جدا يعتبر السي ام دي بتاع البراوزر. عارف انت تدوس في نظام التشغيل اهو ده يعتبر السي ام دي في البراوزر، في يعني بيخليك تكتب اوامر علشان تمانش الجافا سكريبت اثناء العرض المباشر، بيسموها الجماعه الاجانب اون ذا فلاي، يعني انت بتحاول تمانج كود الجافا سكريبت اون ذا فلاي وانت شايفه كده. طيب عند الزاويه اللي فوق شمال بتلاقي الرمز الصغير ده، فاكر بتلاقيه دايما بالسهم ده، وبتلاقي الكيرسور دايما في وضع اللي هو بيتحرك يعني علشان تكتب الكود. تمام، راح نكتب اول امر، طبعا الكلاسيك جافا سكريبت يا جماعه، اول امر بيكون امر alert، ما نكتب alert ونفتح قوس ونقفله، وجوه القوس double quotations عشان اكتب جمله نصيه، وهكتب مثلا I am writing JS واعمل اند واضغط على انتر والريتير، هلاقي ان يظهر لي alert او البوكس بتاع الالرت وبيقول لك this page says I am writing JavaScript or JS، نفس النص اللي انت كنت كتبته، وبوتن واحد بس في كلمة اوكي. حلو جميل خالص. الطريقة ديت يا جماعة اسمها JavaScript in action، فما تستغربش لو انت كنت مثلا ماشي ولقيت كورس اسمه جافا سكريبت ان اكشن، يبقى الكورس ده بيتكلم عن الكونسول بتاع الويب براوزر بس مش بيخليك تكتب كود جافا سكريبت، لو بيشرح لك الكونسول عشان تعمل عمليه التستنج على التول، يعني دي مرحله ما قبل كتابه كود للجافا سكريبت، انت بتست على البراوزر ها وبعدين بتروح كاتبه فين في الكود اديتور بتاعك، دي مرحله قبل المرحله.
بيحاول فيها تجمع سكريبت، بتجمع اوامر معينه في صوره السكريبتات، والمتصفح بيعمل لها اكسكيوتنج. حلو. مهديجو نجرب المتصفح على سم ماث رياضه اليرت مثلا، وهنكتب 7 + 7 بلاش 77 اند انتر. البراوزر بيقول لك 14. مهديجو نعجدها شويه اليرت، ونروح نكتب 7 و8 في 8 و9 × 6 و4. انا الكلام ده المفروض اني كنت اكتبه طبعا جوه ال ادي في انتر. شغال يعني، ما في اي مشكله. تمام. طب ما تيجوا نسال البراوزر سؤال جميل شويه خاص ب هو النهارده كام؟ النهارده الوقت والتاريخ يعني. تمام، علشان نساله فهنيجي نعمل حركه جميله. هنروح نقول فار حلو وديت، ونعمل يساوي، وبعدين نعمل نيو. وخد بالك من اني هكتب كابيتال دي، حرف الدي ده بيكون كابيتال، وقبل ما اضغط انتر هعمل شيفت انتر، شيفت انتر، شيفت ريتيرن، عشان انا عايز اكمل لاني بعرف فاريبل. ماشي. وبعدين هقول له اليرت يا سيدي، وما بين دبل كوتيشنز عايز، اسف، ما بين دبل بريسز عايز اكتب مثلا today is انت عامل زائد الفاريبل بتاعي اللي هو الديت. و طبعا الكلام ده المفروض يكون جوه الكيوتس، كنترول اكس جوه في. تمام كده، واروح اعمل انتر. هلاقي بيقول لي this today is Tuesday January 29 2017، وايجيبشن ستاندرد تايم، الكلام الجميل ده. طيب ايه اللي حصل بمنتهى البساطه؟ ديت دي طريقة من الطرق اللي فيها بتحاول تعرف متغير اسمه ديت. المتغير ده انت هتحط كنيو، هتحط جوه منه نيو اوبجكت اسمه ديت، والاوبجكت ده بيفهمه البراوزر كويس خالص، عارف ان الاوبجكت ده خاص باستدعاء التاريخ. فانت بتقول للبراوزر يا عم البراوزر بعد اذن حضرتك انا عايزك تحط لي اوبجكت، انا عايز الاوبجكت اللي اسمه ديت اللي عندك تحطه لي في في في, في خزنة جديدة، الخزنة ديت اسمها ديت، وانا لما احتاجه بطلعه لي. تحت منها على طول تقول له يا عمي انا عايز الديت بتاعي. فالديت ايه؟ هو عارف ان هو في حط لك جوه منه اللي ايه. فالمهم يعني ديت الطريقه اللي احنا ان شاء الله باذن الله راح نتكلم عنها بشكل مفصل. طب انا عندي مشكله يا عم، كل شويه اليرت اليرت، والوضع مش ظريف بصراحه يعني. موضوع الاليرتات ده موضوع يخنق اساسا. فانا عايزه تظهر جوه الكونسول نفسه، جوه الكونسول نفسه بسيط. فكل اللي عليك تعمله ان انت تكتب كونسول. لو انت مش عارف كلمه تكتب كلمه كونسول، بص على فوق كده هتلاقي الكلمه موجوده. هتعمل كونسول دوت لوج، وتروح فاتح الدبل مش عارف ايه، وتروح كاتب النص بتاعك. يعني انا كنت بحط توداي از كذا، ممكن ما احطش، ممكن اكتب الفاريبل بتاعي على طول، وطالما في فاريبل اسمه ديت انا مش محتاج بقى ان احط دبل كوتيشنز، فاهمني؟ انا كنت بكتب توداي از عشان تظهر توداي از، فراح كتب لي تيوزداي، والكلام الفاضي ده نفس الكلام اللي كان بيظهر من شويه. ده لو انت عايز تكتبها جوه الكونسول. تمام، جميل. ها الامر ده ممتاز وزي الفل ومية مية، لكن الكلام ده مش بيطبق على الويب بيج نفسها. الصفحه فوق لسه بيضة ما فيها اي شيء. تبدا الروعه لما نخلي جافا سكريبت انتر اكت مع الفيو بورت بتاع المتصفح. طيب انا لو رحت على الاليمنتس هلاقي ان الصفحه بتاعي ما فيها اي شيء غير هيد، وجوه الهيد في تايتل وبادي، والبادي طبعا فاضي ما فيهوش حاجه، انت عارف القصه دي. اللي راح نعمله ببساطه ان احنا راح نضيف محتوى المتغير ديت اللي احنا لسه كنا عاملينه من شويه في الكونسول، اللي هو مسؤول عن اظهار التاريخ. ها الكلام ده جوه الويب بيج. حلو كده، عايزين نخليه يظهر في الفيو بورد. فهنروح كاتبين امر بمنتهى البساطه اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه دوكيومنت دوت بادي، عايزه يظهر في البادي. دوت من فين؟ من عنصر انر اتش تي ام ال، من انر اتش تي ام ال. حلو الكلام ده، جميل. هروح اعمل يساوي، وفاتح بعد اليساوي دبل كيوتس ودبل كوتيشنز، وهكتب بقى هفتح قوس اتش 1 علشان عايز العنوان. انا اسف، انا هفتح قوس اتش 1 علشان عايز العنوان يظهر لي كعنوان رئيسي. وجوه اتش 1 درجه
او انا ممكن اكتب ديت از، ممكن اكتب نص وممكن ما اكتبش نص، ممكن اكتب زائد على طول واكتب الفاريبل ديت لان انا كده كده لسه مغيره، ممكن اعمل زائد. انا طبعا طالما فتحت الاتش واحد غصب عني محتاج اني اقفل التاج اللي اسمه اتش واحد طالما انا فتحته. وطبعا الوسوم والتكستات هي اللي بتتحط ما بين دبل كوتيشنز. الكلام ده احنا راح نوصله ان شاء الله باذن الله في خلال التوتوريال او في خلال الكورس ده. خلينا نضغط على انتر، هنلاقي ان الكونتنت بتاعي ظهر لي اهو نفس الكلام اللي كان موجود من شويه، بس ظهر لي المره دي فين؟ في الكونتنت بتاع البيج في الصفحه. فانا لو رحت للاليمنتس وجوه الماضي هلاقي في اتش واحد اتحط، الاتش واحد ده موجود فيه معرفش ايه الكلام ده. تمام جميل. خد بالك من نقطة مهمة، مهمة جدا، مهمة جدا جدا جدا، هو ان كل الكلام اللي انت بتعمله ده بيحصل اون ذا فلاي، يعني وانت وطاير في المتصفح. يعني انا مش بغير في ملف ال HTML تماما، الكلام ده منطقي جدا، فاهم انت؟ لاني اساسا ما ربطتش كود الجافا سكريبت بملف ال HTML، الكلام ده بيحصل على الهوا يعني، لا لسه ما فيش اساس يعني، انت فاهمني اكيد. بدليل لما انا اعمل ريلود للصفحه ولا في اي حاجه حصلت، يعني انت ايه؟ انت كويس؟ الكونسول كله فاضي ما فيش اي شيء. تمام اللهم بخير. طيب اذا انت حاسس، انا هقفل السيشن بتاع اليوم كده، اذا انت حاسس بانك متلخبط شويه عادي جدا ما تقلق من النقط دي، لكن دي بتبقى طريقه من طرق انك تحاول تعمل تيستنج على كود الجافا سكريبت. وافتكر كويس خالص ان الكونسول هو ملف الارضيه لتنفيذ او لتجريب الكود تبعك. سعيد جدا اني كنت معاكم في حلقه اليوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. حلقه المره الجايه مميزه جدا. السلام عليكم ورحمه الله.